قبل عام 1916 كان الأردن جزءا من الإمبراطورية العثمانية، وكان علم البلاد هو العلم العثماني. وفي الفترة من عام 1916 وحتى عام 1921 استخدم علم الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين شريف مكة بعد ثورته ضد العثمانيين في الحجاز، وهي نفس الفترة التي تأسست فيها حكومة شرق الأردن برئاسة الأمير عبد الله بن حسين. ومن عام 1921 استخدم العلم الحالي بدون نجمة، كما استخدم أيضا في الحجاز وبالعراق في أول أيام المملكة العراقية عام 1921. في 16 من إبريل من عام 1928 ظهر العلم الأردني لأول مرة، إذ تمت إضافة نجمة إلى العلم بواسطة عبد الله بن الشريف حسين، وهو علم البلاد الرسمي منذ ذلك الوقت وحتى الآن. يتكون العلم الأردني من مستطيل طوله ضعف عرضه، ويوجد فيه أربعة ألوان وقاعدة لمثلث على حامل العلم، وتحمل هذه الألوان دلالات تعبر عن تاريخ الأردن. فاللون الأسود تعبير عن المعارك والوقائع مع الأعداء، واللون الأبيض تعبير عن صنائع المعروف للآخرين، والأخضر لون المراعي الخضراء، أما الأحمر فهو لون دماء الأعداء. تدل النجمة السباعية الموجودة في المثلث الأحمر بالعلم على فاتحة القرآن الكريم ذات الآيات السبع، ووجودها في وسط المثلث يدل على هدف الثورة العربية الكبرى في توحيد الشعوب العربية. وفي 25 من مايو من عام 1946 وبعد انتهاء الانتداب البريطاني، حصل الأردن على استقلاله وارتفع العلم في سماء شرق الأردن التي سميت بالمملكة الأردنية الهاشمية. في عام 1946 تبنت المملكة الأردنية الهاشمية نشيدا وطنيا يتغنى به أبناء الشعب الأردني. لون وقطعة قماش وهواء يمرر حكاية ترفرف في سماء وطن، حكايته هي حكاية علم.